أسرتك احتفلت بيك إزاي؟ والله هم لسه يعني يمكن في هم النهائي الإفريقي والكاس امبارح. يمكن احنا يعني كان لسه يمكن والدي قبل ما انزل النهارده كان بيقول لي عشان بكره ان شاء الله كده يمكن هنذبح، إن شاء الله. إن شاء الله. فكان قايل لي يعني ان شاء الله بكره كده عايز تذبح الساعه كام يعني، فقلت له الساعه 2:30. قال لي طب وبعدها جايبين تورته وانا وانت والدتك واختك هنحتفل عشان خاطر الثلاث بطولات. يا سلام، اه والله العظيم تورتايه ما هو لا شفتيش ابويا وامي يعني في دنيا تاني خالص يعني. حبايبي، ما احنا يعني امبارح هنجيبهم يمكن عادي. كان والدي يعني ممكن كان هيتجنن عشان خاطر لما وصلنا ضربات جزاء يعني. يمكن لما ده رجعت تكون في البيت عونه. اختي بتقول لي يعني كان بيطلع في الروح يعني، بس ما انا والدي تفهم. اهلاوي يمكن حابب اشكر والدي ووالدتي واختي طبعا على يعني الفترات اللي فاتت دي كلها استحملوني جدا بيقوموا معاكوا بدور كبير وبيدعموني يا محمود. بشكل غير طبيعي، وفي الماتشات حتى يعني قبل الماتش بيكلموني وبعد الماتش. يمكن انا برضو بلعب كورة ويمكن بحب يعني بحب الكورة عشان خاطر انا افرحهم يعني افرح اهلي يعني بصراحة يعني دول بالنسبة لي في حاجة حتة تانية خالص يعني. طبعا. ربنا يكرمك بيهم ان شاء الله يعني. وطبعا يعني جمهور النادي الاهلي طبعا يعني يعني مهما اتكلم يمكن مش قادر اديهم حقهم، يمكن مش عايزة حلقة يعني يمكن عايزة يوم كامل ولا يومين وسنة عشان ادي جمهور النادي الاهلي حقه في دعمهم لكهربا ووقفتهم معايا في كل ماتش كل خطوة بخطيها. يمكن جمهور النادي الاهلي يمكن بشوف في الشارع يمكن فرحتهم بيا بس عشان لبس تيشيرت النادي الاهلي دي حاجة كبيرة جدا، بشكرهم جدا وبقول لهم خليكم دايما كده في ظهري ودعموني وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم. وانا لسه ما لعبتش ولسه ما عملتش حاجة للنادي، يمكن ان شاء الله ان شاء الله انا السنين اللي جاية باذن الله هعمل لكم كل اللي نفسكم فيه وهقدر يعني هدوس على نفسي اكتر واجتهد اكتر باذن الله عشان خاطر افرحكم واكون عند حسن ظنكم باذن الله، بس خليكم في ظهري عشان يا رب يا احنا رب. كده ماليش كلنا غيركم يعني. ثقة فيك كهربا، وجماهير النادي الاهلي فعلا بتحبك.